ولكن في جامعة بيرزيت كان عندنا شغف كبير لرص سماء فلسطين، لكن لم يكن هناك وسيلة تدعم هذا الشغف إلى أن حصلت دائرة الفيزياء على تلسكوب 8 إنش من أعضاء كرسي اليونسكو في جامعة غزة والدكتور سليمان بركة. وبأول يوم حصلت في الدائرة على تلسكوب أقمنا أول أمسية ونشاط فلكي. ومع زيادة وتنوع النشاطات التي يقوم بها النادي الفلكي، قررنا دعوة الدكتور حنا ناصر رئيس مجلس أمناء الجامعة إلى إحدى هذه الأمسيات، وقرر أن يدعم هذا الشغف وينميه إلى أن تم افتتاح مرصد مايكل وسمية حكيم في أيلول من عام 2015، الذي يحوي على تلسكوب 16 إنش الذي يعد التلسكوب الأكثر تطوراً على مستوى فلسطين. ومن هنا بدأت النشاطات في الازدياد والتنوع. يقولون بأن علم الفلك هو حب الجمال، فالكون عندما يرينا في كل ليلة عوالمه اللامتناهية من النجوم والكواكب يدعونا لاستكشاف هذه العوالم المتنوعة، والنادي الفلكي يقدم لكم الفرصة لاستكشاف هذه العوالم الغامضة. يظن الكثير في المجتمعات العربية أن علم الفلك من الأمور الثانوية، ولكنهم لا يدركون أنه ضروري لنعيش مع البشرية في هذا القرن الواحد والعشرين. حان الوقت لنكون شركاء مع البشرية في سبر أغوار الفضاء. المعرفة تتوج طالبها. أما بالنسبة للأمسيات التي يقوم بها النادي الفلكي، فهي موجهة بالدرجة الأولى إلى طلاب الجامعة، وبالدرجة الثانية إلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام. فهي تشمل أمسيات رصد ومتابعة للظواهر الفلكية مثل عبور عطارد والخسوف والكسوف، ومحاضرات علمية متخصصة بالتعاون مع العديد من المحاضرين والمختصين في علم الفلك، وأمسيات تدريبية لأعضاء النادي للتعلم على الأجهزة الفلكية الموجودة بالمرصد. النادي الفلكي في جامعة بيرزيت لا يقتصر على تخصص معين، بل هو لجميع التخصصات العلمية والأدبية، فالنادي الفلكي حاضر لجميع محبين السينما. النادي الفلكي ليس مجرد نادي طلابي في جامعة بيرزيت، هو نادي يحاول نشر المعلومات الفلكية في المجتمع الفلسطيني، ويطمح أن يصبح مركزاً للأبحاث الفلكية على مستوى فلسطين.